بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعي يوميات أسرة بسيطة في فيديو النهاردة، فيديو من العيار التقيل. النهاردة عندنا أكبر فيديو للتصفيات الشتوي، عندنا شوز والتانية هدية. يا سيدي على الشياكة والجمال ولا السواريهات؟ هنتفرج النهاردة على البوت وعلى الهاف بوت والكوتشيات ولا الشنط وشياكتها؟ أشيك شنط، مش كده وبس، ده احنا النهاردة كمان هنتفرج على شنط عيد الأم، نبذة كده عنها النهاردة. ده غير بقى كمان يا جماعة النهاردة عندنا شنطة معجزة اللي قدامنا دي، هنعرف يا معجزة ليه. تعالوا بقى نتفرج على الفيديو، ما تنسوش لايك واشتراك. اهلا بكم حبايبي، احنا النهاردة جايين نصور من عند 3 ام سيريان. احنا دلوقتي موجودين في انه فرع كارفور، فرع الرئيسي طبعا. فين للناس اللي بتشوفنا لاول مرة؟ احنا في كارفور سيوف طبعا، اسكندرية، شارع مصطفى كامل، تمام، سهله الوصف وما فيهاش اي حاجه. كارفور سيوف اشهر من نار على العالم. تعالوا بقى ندخل ونتفرج ونشوف الموديلات والعروض الحلوه النهارده اللي مقدمها لنا 3 ام سيريان. سلام عليكم، ازيك يا حاج جمال؟ نور الدنيا. الحمد لله تمام. الاخبار النهارده عامل لك حاجه اول مره بحياتك؟ ايوه حاجه حصري بقى، اول مره ماشي ولا بحياتي حصري. الله اكبر. النهارده هتنعمل والله يا مسهل، انا عامل لي خصم يعني ما يعني اقل من يعني ما حصلش لا ما حصلش، والجمله علي اكتر من كده والله والله. ولو عم يشوفونا ناس واصحاب محلات بقولوا ده مجنون والله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر. بصي استاذي منى، انا أيوة. مش هقول لك على حاجه ولا اي حاجه، تمام. انت بتصور هافات بوت كلها؟ ايوه، كل الهافات والميني بوت وكل حاجه، كل الهافات الشياكه دي. ايوه كله يا سيدي. طبعا انا هصورها لكم وبعد كده بقى هنديكم العرض بقى. صوري واحد واحد. ايوه بصوا يا جماعه، عشان الستات طبعا هنا في شحن لاي مكان. اللون ده طالع ترندي جدا يا جماعه، في منه كمان البوت الطويل بتاعه. بصوا الشياكه، بص المستوى ده، بصوا المستوى ده، المستوى ده بسعوا اللي حاطين عليه عرض شغل المصنع تبعنا بسعوا. ايوه الله ينور. بصوا يا جماعه طبعا الخامات خامات مستورده زي ما احنا مستورد. عارفين بصوا الشياكه بقى وكل الالوان بقى اللي حضرتك. بصوا استاذ منى صوري المستورد. ايوه بصوا يا جماعه الشموه ده، لا ده مش مستورد، ده شغل المصنع تبعنا، ده شغل المصنع الشموه فين بقى عشان ما نغزل. اللي هو ده تمام، الله ينور عليك. المستورد هيبقى بسعر، ونحن هنعمل عرض ثاني للحاجات يعني بتاعتكم. المستورد خصم اكتر من 60% والحاجات تبعتنا اكتر من 60%. حلو، بس انا بقول لك صوري كله ماشي، ياخدوا فكره عن كله. بصوا بقى تعالوا نتفرجوا، والسكرين شوت طبعا ده اهم حاجه. شايفين الفرنيش ياكه دي؟ بصوا يا جماعه بصوا الجمال. وطبعا بقى مع الحاج جمال هنستعرض الحاجات الحلوه دي. احنا كده في الهاف بوت، كل دي تشكيله هاف بوت. لا ما بس الهاف بوت استاذي منى، هكون معاك يعني. ايوه هاي العرض هينعمل على الهاف بوت وعلى الميني بوت، وعلى الميني بوت حلو قوي. يعني ده كان ب 450، عملنا خصم عملناه 350. دلوقتي مش هقول لكم، بعد شويه ماشي. بيشوقونا دايما. بص يا جماعه بقى الشراب بقى وشياكته والحاجات الحلوه دي مخبينا يا شباب، كانت خلصت من زمان. بص يا جماعه الله اكبر، حاجات جميله كانت خلصت ب 450 انتوا حاطينها جوه يا جماعه. بص يا جماعه عايزه بقى افرجكم على كل الستايلات اللي تتخيلوها. طبعا 3 ام سيريان النهارده نازل بتقله حاجه كده جامده. حاج جمال نازلين احنا، بصوا انا كل الناس عم تسالني على الصابونات والشباشب الطبيه بتاعت عيد جايه. انتوا احنا دول اسبوع 10 ايام حتيجي استاذي منى تصور ان شاء الله الطب وعيد ام كامل باذن الله. عيد ام من الالف الى الياء، السنه دي العيد عيدين. اللهم امين. والله ايوه والله العظيم السنه دي العيد عيدين. ايوه صح. اللي مش جايه واللي مش جايه لمامتها ودخلت لعندي هتروح ترجع مشطيه عبايه من عند علي السوري، مشطيه مش عارف ايه، هترجع وتيجي تاخد من عندي. ربنا يخلي لنا امهاتنا ونجيب لهم احلى حاجه في الدنيا يا رب. ايه بقى؟ بصي وخلي بالك في حاجه مهمه كمان. ايوه على السوق بالعبايات السنه دي مكسر الدنيا. الله اكبر والله العظيم، عامل فاتوره بمليون مبار ما شاء الله، ربنا يزيده يا رب. قال لي انا بدي اخلي الامهات الغلبانه واللي الاولاد اللي ما معهم فلوس يجيبوا الامهات. ربنا يبارك لكم حاج جمال انت وعلي يا رب. السنه دي انا وعلي عاملين حاجه تحفه ولا بالاحلام. ماشي والله العظيم. ايه بقى النهارده بقى الهاف بوت القمر دي هتبقى بكام بقى يا حاج جمال؟ لا خلصت. بص يا جماعه انا تقريبا صورته معظمه. بصوا فيه اللي هو كده، ده هاف ده بالله. أيوة. عليك لا بالله العظيم كام ب 150، والمصحف تحفه لا اله الا الله. العظيم بص يا جماعه بني وجمالي، احنا مش هنتكلم كتير. بصوا الشياكه
اشياك تتحدث عن نفسها. بصوا بقى دي ترند السنه دي. ايوه بصي. وفي منها البوت الطويل في بط. برافو عليك. ايوه بالي. تحفه الله ينور عليك. بس يعني اللون ده بس حاجه خيال يعني. ايوه ما بيقعدش ده يا جماعه ولا ثانيه والله. ايوه الحقوه بقى لسه بالسعر الجديد. انت فتحت حاجه وبس يا جماعه اللي هيجي وياخد من عندنا وان شاء الله اللي بتوفق بالمقاسات واللي بتوفق بالمقاسات والالوان اللي هو عايزها لانه لما اقول السعر ما حدش هيبص على لون. تمام. اذا بيكون اي لون اخضر احمر اي حاجه هياخد لانه انا عم ابيع اقل من نص الثمن. التشكيله اللي قدامنا دي عليها عرض جبار. بس قول لنا بقى. وبرضه في عرض تاني. أيوة. على البوتات الطويله. حلوه. تعالوا بقى افرجكم على البوتات الطويله. بصوا بنات مستورد مع شغل المصنع. مستورد. بصوا الشياكه. بصوا ده بقى. بس انا مش هقول السعر. ايوه خلص تصوريهم. ماشي انا هوريكم بس الشياكه عشان تملوا عينكم الجمال والحركات. بصوا بقى. بصوا دي يا جماعه ايه الجو ده بقى. بصوا كله فيه العالي يا استاذ اللي حضرتك قلت لي عليها دي الشياكه قوي دي ترند اهي. بصوا بصوا يا جماعه دي ما بتقعدش لا هاف بوت ولا البوت الكامله ولا خالص. الله ينور عليكم. بصوا الكعب طبعا شايفين درجات الالوان وشياكتها. ايوه كل شنطه ليها الشوز بتاعتها. بس الشاطر يلحق مقاس حلو قوي. طبعا احنا فاتحين هنا في كارفور سيوف كل يوم وما بس كده يا جماعه. ايوه الحاجات دي والاسعار اللي هقول عليها دلوقتي ما معناتها انه مثلا انا اذا حصل حاجه بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه انا ماليش دعوه بايع. ايوه لان انا مش هو ده غالي. ايوه بصوا استاذ منى احنا ما بنشيلش اسعار ولا بنحط اسعار يعني. ايوه اللي بنسعر فيه خلاص. هو ده متسعر بكام؟ 350. ده 350 كله تقريبا كان 300 واكتر كمان. 350 390 400 290 390. حلو حلو انا مفرقه كل حاجه كانت بسعر. حلو قوي. تمام احنا دلوقتي هنقول لك على حاجه. ايوه بس ما تقوليش لحد. لا لا هقول لمتابعيني بس كل ده. ايوه الله اكبر. ده خد الحته دي. بصوا وده كمان شويه شويه هقول لك. ايوه بصوا يا جماعه ده تحفه برضو. انتوا عارفين يعني اذواق 3 ام سيريان طبعا. الحته دي حلوه اهي. بصوا الجمال. بصوا يا جماعه من ورا عامله ازاي والكعب بقى وكل الكعوب. مش من مرحله البوت. ده مش من البوت ده من الهاف بوت. من الهاف بوت هحط لكم ده بسعر الهاف بوت. وكام بقى؟ لازم نصوره. ايوه نشوفه انا هقول السعر بعد شويه. ماشي نصور. تعالى بقى معانا ونصور بقى الحاجات ايه بالمره عشان احنا ايه تمام. حلو قوي. هنقول هنقول اخيرا هنقول. يلا بص استاذ منى ابو 350 واحد عليك وواحد علينا. يعني ايه يعني 350؟ يعني يا جماعه تشتري واحد ب 350 هتاخدي الثاني مجانا. خلصت خلصت. مش واحد 350 ان شاء الله تاخد واحد 400 عادي كل اثنين. ايوه 350 والمستورد اي اثنين ب 500 يعني اللي هو العادي ب وهنا يا ناس عشان ما يقولوا الناس هو عم يضحك علينا وعم يقول مستورد. المستورد هن كلهم خمس موديلات. تمام يعني كل الموديلات دي شغل المصنع. حلو قوي. بس كلها خامات مستورده. تمام كله خامات مستورده انما الحاجات المستورده هي خمس موديلات بس. خمس موديلات او اربع موديلات. تمام. يعني ده واحد ده واحد ده واحد هن كلهم اربع خمس وده حلو. واحد يعني عرض الفخيم النهارده من 3 ام سيريان شوز وعليها الثانيه مجانا. خامات مستورد وبلوكان مستورد وبتوك مستورد وكله بس شغل المصنع. الله ينور. شغل مصانع سوريه ومصانع مصريه كمان احنا مش عمان. حلو ده البوت والهاف بوت. ده سوري الهاف بوت. البوت بقى البوت الطويل. أيوة. مستورد مع شغل المصانع تبعنا مع كله حزغي بيكاو. كام يعني الواحد كنا عم بيعه 650 صح 700. اول سيزون وبعدين عملنا خصم رجع ده مثلا 550 بعد الخصم. اجت اجى حد يصور معنا جينا عملنا خصم ثاني 10%. جينا احنا بقى نصور نعمل الخصم الاكبر جاب 500 دلوقتي. أيوة. بعد الخصم يعني بعد الخصومات دي اللي يعني هو دلوقتي ب 500. لا دلوقتي انت مش ب 500. ايوه دلوقتي احزغي بكام قول بقى. مش هقول في ناس عم تسمع بقى. دول الاثنين ب 700. الاثنين بوت ب 700. حلو قوي. ايه رايكم؟ يعني حضرتك هتتشيكي ممكن تيجي انت وصاحبتك يعني تجيبي اثنين؟ يعني الواحد 350. ده ب 350 واخدنا معاه واحد واطي كان ب 1000. ايوه
اخذنا 2 دول ب 700، احنا عملنا ايه؟ يبقى احنا كده كسبنا. احنا الشتوي اللي ايوه ايوه الله ينور عليك. المقاسات كلها متوفره؟ والله يا استاذ منى مشان ما اقول لك الاخذ كذا مش كله متوفر، بس ان شاء الله حتتوفر. ليه؟ لانه في موديلات ياما. ايوه في موديلات، يعني اختاري اللي انت عايزاه بقى. كل موديل احلى من الثاني. حلوه قوي ده كده. يعني مثلا اذا ما لقيت من ده مقاس هتلاقي يعني حتتوفر. وبعدين في عندنا حاجه مثلا، في ممكن نعطي واحده بوط طويل نعطيها هاف بوط. يعني كده ممكن تاخذ بوطين براحتها. لا ممكن، بس اجباري بدها تاخذ حتتين. لو اخذت حته بنرجع على شغلنا اللي شغالين عليه. اللي هو ايه مثلا؟ انا مش عايزه حتتين، وانا مش بتاعت مش عايز. انا عايزه ده مثلا بك 325، نعمل لك 10% بيرجع عليك 300 225. يعني العرض على واحد والتاني عليه دية. تمام، حلو قوي. يعني تقريبا مثلا كده عرفت عليه ازاي. عرفت كده، حلو قوي. ده بالنسبه للهاف بوت والبوت. ايه العروض التانية بقى اللي موجوده عندنا؟ العروض التانية احنا أيوة. عندنا هنا عرض اي كوتشي ب 150. اي كوتشي؟ اي كوتشي في السيشن ده. بس ده الكوتشي مش موجود بالسوق. بتلاقيه مميز، وتلاقيه في المحلات هتلاقيه ب 200 و 225. ايوه علي نايك اهو، كله ب 150. وفي الذهبي اهو. بصوا يا جماعه، اي حاجه في السكشن ده كده ب 150 يا جماعه. لما حد يجي بكره بعد بكره اللي بعده براحتكم، انتوا براحتكم امتى مش عايزين تتعالوا. الله ينور. ما لقيتوا مثلا ممكن تيجوا تشوفوا موديلات جديده، لانه أيوة. كل يوم بننزل شغل. جيب لهم من الناحيه الثانيه، عندنا شغل. ماشي، بصوا بقى الحاجات دي برضو تنفع. حتى عيد الام سكتشرات ده احنا لسه بنقول يا هادي. لا لسه احنا بنهزر. ايوه بصوا يا جماعه، ده كده اي حاجه 150 جنيه. تمام، تعالوا بقى نشوف عروض تانية كمان. ايه تاني حاجه جميل؟ انا جبتك الصبح مشان ما تكون في زباين. ايوه معلش، في زباين ما شاء الله، ربنا يزيد. بصي كل ده أيوة. ب 175. اي حاجه في ده ب 175 يا جماعه. مستحلف. بصوا بقى الجمال بقى، بصوا يا جماعه ده اللي ده ب 175. 175 شايفين الشياكه والاناقه واللباقه كله. والله الحمد لله. بصوا اخر جمال اهو، والجوردن 200. الجوردن يا جماعه 200. بس تمام، بس الجوردن ده مش موجود. ايوه اذا بتشوفي بقى انا حديك اياها ببلاش. تمام، اذا بتشوفي الموديل ده والموديل ده باي محل انا حديك اياهم ببلاش. تمام، الجوردن يا جماعه ب 200، حلوه قوي. تمام، وادي الكوتشيات بقى الشياكه دي زي ما قلت لك. الفيتنامي ب 250. الفيتنامي اديداس اهو ب 250. نايكي كل الحاجات، بس فيتنامي طبعا. الله ينور. والسكتشر هنا عندك هذا الموديل، وده الموديل. إيه الموديل ده؟ مكسرين الدنيا ب 200. استنى، ايه الموديل التحفه ده؟ مكسر الدنيا. بصوا يا جماعه الموديل القمر ده، خلي بالك مشان تعرفي حاجه استاذه منى، الشغل ده اللي عم صور لك اياه هنا موجود بسموحه. كله بسموحه، اي برده بتصوريها حتكون بسموحه. حلوه قوي. يعني بسموحه ممكن تلاقي برضه حاجات اكثر بسموحه لانه محل اكبر، بس كله موجود. الله ينور. تمام، بصوا بقى الخاصه والحاجات دي. الحاجات دي بقى احنا كده بنقول ايه؟ بنقول يا هادي. يا هادي. ايوه يا هادي يا عبد الهادي. ايوه وعلى الهادي يا زماتي. 150 يا عبد السميع. يا جماعه الشياكه والقمر دي اي واحده فيهم ب 150 جنيه. باليرينا هاف بوك، احنا النهارده عندنا عروض جباره. مفيش هزار. شياكه ايوه دي 230. بصوا يا جماعه اوريكم برده بنفسكم، دي مكتوب عليها كام؟ مكتوب عليها 230. دلوقتي 150 استاذ. ب 150 الحاجات دي الصيف داخل علينا. اللي مقاسها 37 تيجي تستفيد. عندي 37. ايوه كتير والله ما شاء الله. بصوا مقاسها 37 تيجي. بصوا الشياكه، شايفين بقى الحركات؟ اي واحده في الشوزات دي ب 150. خلي بالك اللي صورتيهم دول من الاول استاذه منى، في منهم مقاسات خاصه لحد ال 43. ماشي، هجيب له هاجي لهم اهو. بصوا يا جماعه انا بوريكم كده ايه عشان اللي عايزه، ان طبعا في شحن لاي مكان. سكرين شوت كده وتواصلي مع الناس. ده كده فيها مقاسات خاصه، الجزء ده كله. بص الفضه والذهب دول ما وده كمان ما صورتيهم. يا نهار ابيض، دول 150 دول كل ده يا سيدي. يا سيدي على الشخلعه، بصوا الجمال. ايه الشياكه دي؟ بصوا 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 الحلاوه. ترند السنه دي والله. ايوه بصوا اللي بيلمع ده طالع موضه جدا. 150 معقوله؟ احنا 150. الله ينور عليك. لا الحمد لله حلو قوي. ايوه بكل الوانها دي طبعا مشهورين بيها هنا. بتتكرر دي جت بكل الوانها. بصي صارت 10 الوان مشان عيد الام. الله اكبر. اللي كان عم يسالنا وكان في جوز وجوزين كانوا خلصانين، احنا بنجهزهم بعيد الام. حلو 10 الوان؟ دي واحده ودي الثانيه جنبها اللي هي بقى بزين ده شكله وده شكله. بس بقى لك اللون من جوه. ماشي
كافيه برضو. ايوه 90. يبقى اللي هي الطبي دي ب 290. اه بس كانت ب 260 بس ارتفعت. ايوه بصوا الكعبه يا جماعه، بصوا الكعبه عامل ازاي، وفيها ضمان سنتين من وقت بتاخديها من عندي. حلو. الشوز ضمان سنتين على الفاتوره اللي بتاخديها. تمام. يعني من تاريخ الفاتوره معك سنتين. حلو قوي. بصوا اي بقى. حاجه بيحصل لها من هنا لسنتين وما اجيت كملت الوانها انا حزعل. الله ينور. بصوا 290 صابوهات بكام بقى؟ 180 190 صابوهات دي طبيعي طبي. ايوه جلد طبيعي طبي ب 100 وكام؟ 180 190 عندنا بس بقى. بس دول اساسيين، بس في تجهيز اكبر من كده لعيد الام. تمام. بس دول اساسيين، دول عيد ام عيد اي حاجه دول لازم يبقوا معانا طول السنه. دول ما بيقدرش. ايوه يعني هلا وانت قاعده ممكن بعلي تنتين ثلاثه يا اجبار. رب ربنا يوسعها عليك. لا دي اساسي في زبون بيجي بياخدها. بصوا يا جماعه السواريهات بقى، ندخل على الدلع بقى. هات لنا حاجه جمال ورينا. فرجنا الحلاوه. بصوا يا جماعه اللي عايزه عالي موجود، واللي عايزه فلات كده. ايوه 200. حلوه قوي دي كده. شياكه قوي يا جماعه. تلبسيها ولا كانك لابسه حاجه. جزمه حلوه بلوتان مستورد. حلو جدا. اذا مش مستورد بترجع. الله ينور. بصوا بقى الاعلى. بص الوانها، بصوا الدرجات، وبصوا الشياكه. 250 جنيه 250 جنيه بص الجزمه دي. حلوه قوي. فضه وذهب 250 جنيه 250 جنيه حاجه خيال. ايوه خدي لي الحتوته دي. لا دي حكايه دي. دي حكايه والله. كلها كده انوثه كده وشياكه كده. ايوه كل شويه تكرر والله. الله ينور عليك. 250 بص الجزمه دي ذهب وفضه وابيض واسود زي ما انت عايزه. 250. بصوا بقى الحاجه اللي هي هاديه شويه بس النهارده جايه والله. حلوه قوي برضو. تحفه تحفه. ليك اللون الابيض بتاعها والله بيبقى. اخر جوز 41 بس ان شاء الله النهارده جايه ان شاء الله. بصوا ده كمان سيمبل خالص جدا. بصوا الشيء انا ما بحطش كتير استاذي بس بحط حاجات مميزه. ايوه بص دي الكعب الاوطى الفورمال بقى، لو واحده بتشتغل في بنك مثلا كده حاجات الفورمال اللي هي تبقى برضو في الشياكه كده. لا بنك مثلا محاميه كده. محاميه صح. استاذي كبيره بس ربنا يقويهم يا رب كلهم. حلوه قوي. تعالوا بقى نروح الناحية التانية نشوف كمالة السواريه ايه ده؟ كله عندنا بكتوفيهات وعندنا حاجات وخلي بالك كله تحت السيطرة. حلو. 250 جنيه برضو. 250 جنيه داخلين على فرح. الشغل ده موجود هنا وموجود بسموحة. حلو قوي. وخدوا الكبيرة الأسبوع اللي جاي مع عيد الأم الأطفال إن شاء الله. الأطفال السنة دي والله والله أقوى سنة أطفالي بعملها بحياتي ما شاء الله. لسه مدخل شغل والله بنص مليون والله. بس مش عارف ليش عامل ايه تاني. والله العظيم بص الشياك. ايه دي بقى؟ يعني ايه دي عبارة عن ايه دي بس؟ بص البلوتة. ايوه اتجنن طبعا. دي ب 250 برضو؟ 250. الله ينور يا سيدي. 220 كعب ده. ايوه الفورمال برضو. بص يا جماعة السواريه مش عايزة حاجة عالية يعني. 220. 220 ده؟ 250. وده؟ ده بكام؟ وده ب 175 وده ب 100 بس تاخدي اثنين طبعا. الله ينور. يلا نبلش. يلا عشان الامارات تعالى عندي يا ابراهيم. في كثير ناس عم تستنى عشان الامارات. اسمها شنطه الامارات. الامارات حلوه قوي. استنى عليها. الله ينور. بص دي كل خمس سنين او ثلاث سنين بنعملها مره واحده. لانه فيها شغل. بص حضرتك خليني اشرح لك شوي عن الشنطه. تمام. ده جيب. حلو ماشي. بص الشنطة ادي السوستة اهي. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه زيدي عليه الصلاة والسلام. بص يا جماعة ادي جيب، ادي التاني دي. ادي اهي، ادي هنا في تاني ولا بطانة. ايه؟ بطانة. حط ايدك على البطانة. ده لسه في بطانة اذا كمان. مش اغلى بطانة دخلت على البلد. قال لك حاجة. الله ينور. طويلة بقى الكروس اهي. تمام. كل حاجة الشنطة دي استاذي منى في اخواتها. ايوه فين اخواتها بقى؟ هاي الوان. عندنا الاسود، عندنا اللون المستكي او اللي هو البيج الفاتح، عندنا البني الغامق الجراي. بصوا يا جماعه ده تجهيز عيد الام. ايوه ده احنا بنقول ايه يا مسهل اللي عايزين عم ياخدوا بدري عيد الام والله موجود. بيطلع منهم اربعه خمسه لانه دي دفعه وجايه دفعه عيد الام تبعها نفسها ان شاء الله. عندنا كمان حاجه زي كده بس مشان نكون جاهزين. ايوه دي بتاعتها الثانيه برضو. حلوه قوي. بصوا الحواجز. بص حط ايدي. ده جيب. ده بس جيب. ده بس جيب. ده شموال تقفيل. ده شموال. ده بس جيب. لسه ما فتحناش بقى الجيوب. بصي ده الحكايه كبيره بقى. بصي الله ينور. ايد الطويله هنا. حلوه قوي. بصي الجيب من هنا. ورا. بصي دي اسمها الشبح. اسمها ايه؟ اسالني عليها الشبح. الشبح؟ دخلنا لكم بالشبح السنه دي بقى ربنا يوفقكم. اسمها الشبح ما دخلنا. ايوه دي الوانها هي يا جماعه.
تمام؟ حلو قوي. طبعا كل دي شنط بقى زي ما انتوا عايزين. دي السبعة جيب الكبيرة. انا دي عندي منها دي. انت عندك صغيرة. تقريبا الكبيرة. ايوه لا عندي صغيرة صح. صغيرة لا دي الكبيرة. الله دي ما بنطول نعملها لانه فيها شغل. ده جيب بس بص الجيب ده جيب كبير مش جيب صغير. ايوه. بص استاذ انتوا عارفين بقى احنا كمان حاجاتنا كتير قوي. بصي. ايوه ده شغال ده شغال ده كله شغال. لا من هنا مش واحد. ما شاء الله حاجزين اهي. اتفضلي. كل دي حاجات. اتفضلي الايد الطويلة. الله ينور. حلو قوي جميل. دي كده تعال نشوف الوانها بقى. بصوا يا جماعه الشغل ده موجود هنا وبسموحه. ايوه ما بس هنا. بصوا الجميل حلو قوي. ايه بقى الحاجات اللي فوق؟ يلا اتفضل يا استاذ خالد. انا بصراحه شايفه حاجات حلوه قوي لازم مش هسيبها النهارده. ايه بقى يا حاج جمال دي؟ دي شنطه مستورد. ناس تطلع تقول براندات ب 650 800 ومش عارف ايه. لا احنا عندنا بصي مستورد 425. مستورد 425. 25. حلو. بص شغل المصنع تبعنا الثلاث شنط قلت لك عليهم دي اللي هي الامارات ودي. بصوا يا جماعه شغل المصنع بتاع 3 ام سيريان دي حاجتهم هم. دي ودي يا حاج جمال ودي 290. 290 دي 290 امارات ودي 290 الشبح. تمام عشان تبقوا عارفين الاسماء. وسبعه جيب ب 290 جنيه خامه وكل حاجه. مش عايزه اقول لكم بقى الخامات انتوا جربتوا قبل كده واحنا عايزين ارائكم. الشنطه دي ودي ودي مسؤول عنها 5 سنين من عدد الزوايا. تمام الله ينور عليك. 5 سنين من عدد الزوايا. ايوه من عدد الزوايا دي الله ينور. فهمتيني؟ فهمت. حلو. 5 سنين ماشي. اي حاجه بتاعتي. تعالوا نشوف حاجات تانية بقى. بصوا يا جماعه البراند الجديد تبع عيد الام. ايه ده بقى؟ ده مخطط ده عامل ازاي كده جميل. بص ده الخامات الجديده لسه داخله عيد الام. بص ده كله مستورد الخامات. الله ينور عليك. يعني ما فيش اي حاجه. بص دي اللي تتحط وما تقعش يا حاج جمال. تحط على الشنطه على الترابيزه كده بشياكه ولا باقه. ايوه بص يا جماعه حاجات الشيك بصراحه. في مرت عمي بسوق يا حماده انت عشان تحطها كده. ايوه ما تقعش. دي اكيد مش جايباها من عندكم. والله العظيم قلت لها لا ابعتلي في عندي لازم. قلت لها والله لا ابعتلي. اكيد يا ست انيقه. كتير ياما. هتحطها ما تقعش. ايوه هتحطها تبقى كده. ايوه صح صح. قلت لها حاضر. بصوا يا جماعه احنا شفنا منها الكحلي. في منها هو الهافان والاسود واللون الحلو البيج ده والجراي. ايوه كام؟ 400. دي ب 400 تمام؟ نهدوا ست الحبايب بقى. ده بقى دي جديدة. الشنطة دي جديدة. تحفة. بصوا يا جماعة 290 جنيه. 290 القفل ده شغال ولا لا ايه؟ لا ده حلة أستاذ. حلة؟ بص هنا الشغل. حلو قوي. مقسمة وإيد طويلة وكل حاجة يعني. الله أكبر. حلوة جدا طبعا. أهو ألوانها. شوفي ألوانها حلوة جدا. فين ألوانها هنا؟ أهو أبيض. بصوا بقى الله. الله بصوا بسم الله ما شاء الله. الحقوا يا بنات الحاجات القمر دي. والله العظيم الحاجات دي عم تخلص. والله العظيم عم صادق. تخلص. صادق. بصوا الجمال. بصوا الشياكه. ادي الوانها هي يا جماعه الالوان الاربعه دول. ندخل على اللي بعدها بقى. التوته دي 380. 380 براند. بص حلو الله ينور. ثلاثه حاجات كل حاجه فيها سوسته من ورا. الوانها الكحله والاسود والبيج. ادي البيج اللي مع الحاج جمال. كافي منها هافان والكحلي بس خلاص. نيجي بقى لدي. حلوه جدا. دي حلوه هديه لست الحبايب قوي. جدا. ده تجهيز ست الحبايب. الله ينور. الشنطه دي ب 300. دي ب 300 يا جماعه. بني اللي عم يدور على البني. موجود اهو. واسود ورصاصي. الاسود اهو البني والرصاصي وعندنا برضو الدرجه البيج الغريبه دي. ماشي. دي ملعلطه على الصفحه عندكم. دي ملعلطه. والله لا ما نزلت مره واحده. شفت شفتها في الصفحه جيفينشي اهي جميله. دي بكام بقى دي؟ 300 جنيه يا جماعه وثلاثه حاجز. بصوا بقى الجمال بقى. وجيفينشي وايد طويله. ايوه والوان وخامه وكل حاجه. اسود وكحلي اللي عايز يلحق على الشنطه دي. اسود وكحلي. الشنطه دي ما بتقعدش. خطيره خطيره. اوه لا لا. بصوا بقى. بص الشياكه بقى. بص الشياكه والله انا متخيله الست اللي ماسكاها يعني. الشياكه والاناقه. ايه الجمال ده كله؟ عايز زبوني اشيك زبون. طبعا طبعا. عايز الجيش تبعك احسن حبايبي. حبايبي
الله ينور. دي بكام دي حاج جمال؟ دي 350 براند برضو. ايوه 350. ادي الوانها اهو يا حبايبي. دي الحتوته دي تبع العروس. العروس بالبنوته. بصي جيب. ايوه. وفي لها جيب تاني. دي اول خروجه للعروسه دي يا جماعه معروفه. طبعا مع العريس. ربنا يفرح البنات يا رب. اللهم امين ويجبر بخواطرهم يا رب. كام دي بقى؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. 270. 270 اسود اهي. وفي منها كمان بص اسود وده جلد والله الحيه. والله كافي الوان بس خلصت والله. ايوه حاجه ثانيه نفس الستايل. اسود وابيض وكافي وهي. ولا دي بصوا بصوا ودي الحتوته دي كل شويه الزباين بيسالوني عليها ما كانش أيوة. عندي غير واحده اللون ده. حلو قوي اللون الدخاني ده. لا كل الوانها لسه جايه امبارح. حلو قوي. بصي في ناس عايزاها خلي بالك اللي حيشوفها حيجي عليها لانه في ناس طلبتها مني ياما بس ما كانش عندي منها والله. تمام جات لكم اهي بالليل والله. تمام 350 ما بس كده. الايد دي طويله انت مش عايزاها طويله. أيوة. ماشي عينيا ليكي. ايه ده بقى وليكي عينيا اهو صارت قصيره. بصوا يا جماعه هنقصر الايد لها مكان ثاني بنحط الايد كده. ايه ده دي شنطه فيها ميكانيزم يا جماعه. بصوا الجمال. بصي الله ينور. عايزين نطول الايد انا بحط جلابيه. لا دي بطله الحلقه معانا. دي بطله الحلقه معانا. كل ده تحت السيطره باذن الله. حلو قوي. ادي الالوان الاسود الجملي البستاج الكافيه اللي أيوة. عايزه البوط ده اللي بصوا عليها. ايوه اللي عايزه البوط ده شغال. حلو قوي شغال. ايوه شغال. الله ينور. كل تحت السيطره يا استاذ. المستوى بصوا يا جماعه خصم 260 جنيه يعني اللي هم انهم عشان الناس تبقى عارفه. بصوا استاذ دي دي 260 مستورد ده كامل. يلا يا عروسه بقى جهزي بقى دي جهزي بقى. بصوا هتاكد منها وجماعه تقول لي انا شفتها اهو 260 260 هاي الوان ولا دي حلوه دي لون بستاج دي 260 260 كل الحاجات دي 260 حلوه جدا بس 330 دي 330 تمام مستوى اللي فيز دي خلصت والله. اسمها دبل. ايوه دي شنطتين في شنطه. يعني تشيليها الوش ده. ده ايه الشنطه الحدوته دي 260 نازل بعرض ال 260 يعني كانك ماسكه شنطتين. بص مستوى ال 260 كله مستوى. بص دي حلوه جدا جدا بالله عليك. بص ايوه ايف سان لوران اهو. تمام الله ينور حلوه جدا. بصوا الله على اللون. ايه اللون ده والله ب 260 لا في الوان لا جميله تحفه. يلا يا بنات بقى ملوا عينيكم بالجمال والحلويات دي. خدي الحتوته دي ايوه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله 260. بصوا يا جماعه لا ما بس كده هتلاقوا معاهم ايدين يعني عرفت علي ايدين كده. أيوة. ايدين كده تحت السيطره كله كله تحت السيطره. ايه تاني بقى؟ كل ده ب 260 كل ده 260 جنيه و... اهو ايوه دي 200 والله عم بص عليها قبل ما اللي معمول عليها عرض عم تنزل عشان الناس برضو ايوه 260 عروس عايزه كيزه تلحق لك كام واحده من ده المستوى الحقي بقى الحقي في الخصومات الحلوه دي بقى في عندي مستوى دي ما مثلا دي 300 اشكال والوان 325 يعني هي بيتراوح سعرها بالكام وكده عشان الناس بس اغلبيتهم عامل عليهم خصم ب 260 بس مش كله مش كله ما احنا قلنا الرينج بتاعهم الشنطه دي قلنا 270 يا لهوي ولا دي بصوا يا جماعه بصوا الجمال ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي بصوا الجمال تمام الله ينور ولا المدوره الحلوه دي لازم هنا حلوه قوي الشنطه دي نزلت ثلاث ايام الاسبوع لا علها لي بقى حق أيوه. جمال لا دي اسمها المروحه اسمها المروحه واللي بيعرف صفحتنا هيشوفها لان امبارح نزلت على الصفحه حلوه قوي المروحه دي نزلت عندنا الاسبوع الماضي في ناس بتعرف كل دي سوست كل ده سوست شغاله وسوست حديد ايه ده كل ده نزلت الاسبوع الماضي حلوه قوي الشنطه دي خلصت بيوم واحد بيوم ايه؟ انا اول ما دخلت برضو جت عيني عليها على طول يوم واحد ايوه جينا الله كرمنا فيها امبارح اخر دفعه مش هتيجي تاني استنوا بقى انا هوريكم الالوان بقى بصي هنا بصوا بقى. بصوا يا جماعه الالوان لا انا مش قادره بصراحه بصوا الجمال لازم اوريكم دي مش شنطه دي خزنه لا ده كله حلوه قوي الله ينور بصي جميله دي طبعا لون اللي مع الحاج جمال عندنا لون الكشمير يا جماعه ايوه دلوقتي شنطه كمان شويه خزنه الله ينور عليكي حاجه جميله ادي الوانها بقى 350 اتحدى من يتحداك يا سيدي الله بصوا بقى بصوا دي تحفه شنطه تحفه حلوه قوي انا بس مش هتلحق بعيد الام بس عندنا اسود بس تمام استراليا كله عارفه انا جايه لكم باستراليا النهارده بصوا يا جماعه بقول لك بتامن نفسها بالبنك بصوا الجمال انا ما خدتش الدرجه دي بقى الدرجة دي حلوة الشنطة والفلوس كلها بصوا الجمال
دي حبيبتنا دي ما نقدرش نستغنى عنها، عمليه جدا شنطه دي يا بنات على فكره. والله العظيم يا استاذ صراحه يعني الله ينور عليكم، فرحتونا النهارده بالعروض الحلوه دي. والله العظيم لسه بنحصل معاك. بصوا 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 بص الكشمير. ايوه حلوه قوي. لا براند براند. بصوا يا بنات بصوا الايد، حط ايدك على الكاميرا. دي هديه حلوه بقى لماما لحماتك، حاجه تشرف بصراحه. بصوا الشغل. ايوه بصوا الشغل. الله ينور عليكم. بصوا الشغل استاذه منى، بصوا السوسات بالله عليك، خليني بصوا بس الاكسسوارز ده. السوسات الاكسسوارز بتاعها بصوا عامل ازاي. ما مش هتلاقي يعني ما مش انه شنطة تنضرب ما تنضرب، الكلام ده مش عندنا. ليش؟ أيوة. لانه الحاجات دي مش موجوده. مش هيعرفوا يضربوها. لا لانها ما بتبقيش مقصوره. ايوه بصوا بقى الوانها. الوانها الوانها ايه بقى؟ 400 البني. 500. دي بكام دي؟ 430. 430 يا جماعه. والله العظيم والله العظيم تحفه. ولا الاسود سعرها يعني مش يعني هي سعرها اكتر من كده فعلا. دي قلت لك عليها امبارح كانت 11. ايه ده؟ دي جميله قوي برضو. بص الحدوته. حدوته؟ لا الحدوته يعني شنطه حد. ايه الشياكه دي بقى؟ دي ما تعرف لهاش يا بص، تمسكيها كده اناقه. براند براند. امسكيها كده اناقه. ايوه الله ينور عليك. بص براندات 800. ايوه حلوه قوي. بص نفتح ونشوف. طبعا لازم نشوف يعني الناس عايزها تشوف. ايوه اللي بده يعمل شوف شوف الشغل. الله ينور عليك. شوف الشغل شوف الشغل. حلو في سوست وفي شوف حاجات. الشغل كله وخامات وبطانه وايد كله. هقول لك بكام دي؟ بكام القمر دي؟ 400 باقي منها الثلاث الوان دول. 400 باقي منها فين؟ باقي منها الثلاث الوان اسود وكحلي واللي هو البني ده. اتفضلوا بقى اتفضلوا. ايه بقى؟ شنطتين صغيرين بقلبها. ايوه شنطه وعيالها يعني ولا ايه؟ بصوا تحطي فيها الميك اب بتاعك، نظمي فيها اوراقك، اخر جمال بصراحه. والايد الطويله. والايد الكروس بتاعتها حلو جدا. 280 جنيه. الله ينور، الوانها ايه بقى؟ اهو. بصوا يا جماعه. ادي الالوان بتاعتها بقى والشياكه والاناقه. خلصت. بس جايه. دي ليها اسم دي سميتوها ولا لسه؟ لا دي شنطه المستوى. احنا بنسمي الشنط شغل المصنع طبعا. ايوه. بصوا يا جماعه. وده من جوه. بقى يعني انا عندي اللون ده. بيمشي مع البوطات الطويلة اللي حتاخديها. طبعا. الشنطة دي ب 350 جنيه. 300 يعني ممكن بصي. ممكن الواحدة تاخد بوت وشنطة يا حاج جمال؟ بوت لا. لازم جزمت شوزين بوط سوري؟ بوت بوتين هافين. كده انما ما ينفعش انت تاخد بوت تاخد شنطة بتنزل لها 10%. ايوه ينزل لها 10% تمام، بس انا قلت استفهم عشان الناس برضو تعرف. دي فهمتي علي؟ ايدتين ايد كده وايد كروس. وايد كروس. الله ينور. بصوا جمال. الجمال مع حاج جمال. باذن الله. برضه خلصانه بقى منها لونين داخله كمان اليومين دول. حلوه قوي. 330 جنيه. 330. بصي جيب 2 3 4 5. شنطه حلوه جدا وعمليه جدا. الله ينور عليك. اهي. دايما لازم احنا نوريكم الستايلات كلها. لا الزبون مستورده ب 260. 260 ديور مكتوب عليها ديور اهي. حلوه قوي الله ينور. 260 مكتوب عليها ديور. هي ديور ده براند. أيوة. ده مستورده مش ده هنا وحاطين لها حرف ومش عارف. ايوه. بص الشنطه شنطه اوما كلاسيك. بصوا يا جماعه حلوه قوي. لسه داخله برضه ده تشغل عيد الام خلي بالك. ايوه لسه الباقي كفايه بنسخن بس كده. والله اللي بيخلص والله اللي بيخلص مش هيجي تاني. والله اللي بيخلص مش هيجي تاني. الحقوا بقى العروض. انا عندي عدد ما بقول لك الشنطه دي عندي منها واحده. لا عندي بس خمسه بعيد الام و10 اليومين دول ما بيعملوش ده سيزون حاجة. بتاع والله عندي خمسه باللون وعندي 20 اسود بس ما بيعملوش حاجه والله. ايوه فعلا حاجه. عرفت علي ازاي؟ لانه على فرعين. عمي لا بصي استاذه بصي الوانها فين الوانها بقى؟ فوق اهي. بصوا يا جماعه. ايوه الله ينور عليك يا ابراهيم. 430. بص بصوا الاسود بتاعها كمان الله ينور. بصوا يا جماعه احنا لسه مستمرين. ادي دي ستايل جديد برضو. وادي بصوا اللون الدخاني على فكره مكتسح السنه دي. الشنطة الشنطة دي ب 380. 380 الشنطة دي. بص حضرتك بس نعمل بس نظرة للزبون لأنه بيقول لي أخي جهاد بيقول لي خلي الزبون يشوف الشنطة. أيوة. هاي مشان بيسألوه عليها على التليفون. بصي تمام هي يا جماعة الشنط حلوة. 380 في برضو حاجة تانية. بص الشنطة الكلاس دي. الشنطة دي حلوة جدا عيد أم صريحة يعني حلوة صراحة جدا. هاي ألوانها
اسود واللون البني ورصاصه. بص الثلاث الوان هي الوان هي تجيبهم. ايوه والبني بني ورا اهو. تمام. ده الشنطه تحفه. بص حاجه زي كده برضو دي. اذا حد بيديك اياها ب 400 هديك اياها ببلاش. هي ب 300 انا عندي ب 300 هنا. هاي الوانها. الوانها هي الجملي والكافيه. لا مش ده البني، الكافيه والنبيته والجملي. حلو قوي، الله ينور عليك. حاجة تاني؟ ايه حاجة تاني؟ الجيمي شو. الجيمي شو موجودة؟ الوانها لسه جاي، الناس كلها عم تسألني عليها. حلو قوي، الجيمي شو اهي برضه بتتكرر معانا على طول. حلو قوي. فهمتيني؟ بصي الأسبوع الماضي رجعت اجت النهاردة. دي؟ لويس ديفيد؟ لسه لويس بيتون سوري. ولو عايزة ننزله لها على الصفحة النهاردة على صفحة. تمام، حلو قوي. بصي. ايوه في واحده اهي، دي اسمها البونبونه. 280 270 جنيه. الله ينور. وفيها منها السيلفر والذهبي اهو. حلو قوي. حلو قوي، الله ينور. البونبونه لا طزي. بص الشنطه دي كل الناس عم تسالنا عليها، لسه جايه امبارح برضه. الشنطه دي ب 200 يا جماعه. 200 بس الشنطه دي ب 200. الشنطه دي كانت سوسه، دلوقتي كانت سوسه حديد تعذب الزبون. لا خلاص دلوقتي خلينا المشكله خلاص. سهله صح. شو استب؟ لا خلاص. حلو قوي. كل الوانها لسه مبقى داخله. الشنطه ب 200 والله لازم تكون 250. حلو قوي. بس قلنا يلا خليها تبقى معانا. الباقات كلها ب 250 270 250 و270. اي حاجه بتحلم فيها حتلاقيها هنا. اللون النبيتي تحفه. استاذ منى اي حاجه بيحلم فيها الزبون حيلاقيها هنا. حقيقي. اي لون. طيب. بيجي صور الى فوق استاذ منى في السباقات يلا. لسه هي. بصوا كل الباجات دي 250 270 يا جماعه. اي حاجه بتفكري فيها بتحلمي فيها هتلاقيها هنا. تمام. بص الشنطه دي انا أيوة. عندي ب 300. دي ب 300 اللي هي السيلفر دي. حلوه قوي. ب 300. الله ينور. بصوا يا جماعه الشنطه التحفه دي. دي لسه جديده. دي بكام دي؟ ب 130 جنيه. دي لسه جديده نيو. نيو كوليكشن. بصي بصي. تمام. حلوه قوي. بص وضها وكل حاجه اهو الوانها. الوانها اهي. ايوه. حلو قوي اللون كمان الدخاني ده. طح. الله ينور. 380 اهو الوانها. الله حلو قوي دي برضو. انا شايفاها قدامي تحفه. الكعب المدفون اللي بيسالوني عليه الناس الطوال شويه. بصي ازاي ايوه الطوال شويه. كعب المدفون. ايوه كعب وكعب مدفون. حلو قوي. براند بكام؟ 275. 275 عندنا. تمام. الموديلات تبعه كلياتها بالوانها. تمام. دي كمان القمر دي. دي قصه. حلوه دي بكام دي؟ 150. الله ينور. ندخل بقى على العرض الحلو اللي دايما انتوا بتفاجئونا دايما بيه. بصوا بقى عرض ب 150. كل السكشن اللي قدامنا ده لا كله ب 150. ب 150. تعالوا بقى نشوفوه 150 واحده واحده كده علشان البنوته اللي عايزه تيجي وتختار تيجي وتخلص. ايوه. او برده لو عايزه شحن 150. 150 ادي اول صف. تاني صف 150 جنيه يا بنات. بصوا الشياكه، انا عارفاكم بتحبوا الشنط الصغنونه دي طالعه موده دي كمان. عمليه جدا. حلو قوي الله ينور. بصوا بقى كمان الصف ده. بصي استاذه منى شوفي في حاجات تكون باقيه عليها ساعه مثلا دي. أيوة 250. بصوا مكتوب عليها 250 بقت ب 150. 250 عشان ما يقولوا لي ان لون موف انت. أيوة. لا خلص الالوان. ايوه و 250 دلوقتي. بصوا يا جماعه الحقوا بقى العروض دي بجد. بس ما يقولوا ليش وينها وما وينها بعد شي اسبوع وكده. لا ما فيش كلام. عروض ال 150 دي بتخلص على طول ولا اللي جوه دول كمان؟ كله ب 150 تحفه. بصوا الجمال. واحدة واحدة استاذ منى. والتومي موجودة. التومي اللي فوق؟ ده ما جاش شغل امبارح. بصوا يا جماعة 150 جنيه. ودي كمان 150 جنيه. بصوا الشياكة. أيوه واللي فوق دي 150 جنيه. بصوا. كله 150. كل السكشن ده 150 جنيه. أديكوا شايفين الألوان وشياكتها. والشلال 150. أهو ألوانها ولسه جاي البيج والكافي والأسود والجملي والبني بكرة. تمام. والإبزي والتومي. طلعي أستاذ منى. أيوه طلعي. لا طلعي وقفي لو عايزة. طلعي وقفي. بصوا يا جماعة هي. خليها تشوف ألوانها. جبناها لكم. بصوا الشياكة. أدي ده كده لون وأدي لون. 150 ثلاثة. 100 أيوه الله ينور. تومي شنطة تومي طبعا دي موجودة على طول. بصوا يا جماعة الشياكة والله ما كانت موجودة والله. كانت خلصانة بقى بالليل دخلت والله العظيم. الحمد دخلت لله. عشان انت جاية. طب يلا بقى خدوها بقى.
الله ينور عليكم. 150 بس التومي دي. والله العظيم خلي بالك انا ما بجيبك باي وقت، بجيبك بالاوقات اللي أيوة. في بين ايدي الشغل، لانه انا الشغل ده ما بيقعدش عندي والله يا استاذ. ما شاء الله. اختمها بايه بقى؟ هنختمها في شنط ياما، بس انا مش انا عايزك تصوري كده. لا طبعا اعرف الاسعار تقريبيا. تمام. عرفت علي ازاي؟ يعني اسعارها من فوق لتحت كده. طب ثواني، ما هو طبعا في شنط كتير مش هنجيب كله. بصوا بصوا يا جماعه، ادي كل دي شنط موجوده. دي رينج بقى حاجه ولا انت هتقول اسعار ولا ايه؟ لا خلاص 270 300 280 250 اللي فوق اللي بترتر دي. 250 المترتر دي عرض عليها كانت 350. بصوا يا جماعه والثانيه بتاعتها ب 270 270 برضو. ودي ب 300 اللي قدامي. يعني الاسعار قريبه جدا اللي عايزه، بس ارفع ايدك شويه. ايوه بس بصوا الله ينور. بصوا الشياكه على فكره حلوين قوي، شكلهم يجنن. طبعا قلنا العروض. بصوا يا جماعه دي بكام دي؟ براند خلي بالك. ايوه 350 جنيه مستورد. اخر شنطه خلصت والله. حلوه قوي. ايه رايكم في العروض الحلوه دي؟ مستورد خلصت عند المستورد. الله ينور عليك. عيد الام اللي الزباين عم تسالني وعم تتصل فيا وعم تبعت لي على الواتساب، اللي عايزه الشبشب الطبي والصابون الطبي والصندل الطبي اللي مقاساته 42 و43، نحن معاكم مع الاستاذ منى ان شاء الله بفرع سموحه باذن الله. يوم 3/3 حنطلع ان شاء الله. يا مسهل. حتشوفوا بدل ده كله ده مش حتشوفوا حاجه. ايوه ان شاء الله هنجيب، هتيجي تشكيله جديده. اللي تجيني مثلا بعد 20 يوم 15 يوم. ايوه يا جماعه خدوا بالكم. ايوه ولا جوز والله العظيم. تليفون صغير كله طالع جمله، بس انا قلت انتوا اولى من الجمله. ايوه والله العظيم. وزي ما حتشتغلوا اكتر الله ينور عليك. والله العظيم بس انتوا اولى. يعني مثلا ده مستورد انا بيعه ب 175. جميل بصراحه. بص سعره 350. جميل. انت اخذت ده وده 350 والله. حلو. والله العظيم خساره، بس انا ماني خسران انا كسبان. كسبان رضا ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله ما فيش مشكله. انا 10 ايام الحمد لله رب العالمين ما اكسب فيهم. تمام. اكسب ما فيش مشكله. كل سنه عم بخسر. انت النهارده عملت فيديو حلو هديت الناس كلها والناس مبسوطه. استنونا بعيد الام هنكون نحن مكسرين الدنيا ان شاء الله. حاجه جمال ربنا يحيينا ان شاء الله. شكرا. اللي قريب مننا من سموحه الحاجات اللي شافوها هيشوفوها بسموحه وهياخدوها من سموحه، واللي قريب من هنا هياخد هنا. حلو قوي. شاكرين يا حاج جمال. الله يخليك. ربنا يا رب كده يسعدكم دايما. وحلوه العروض جامده جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.